اول حاجه برحب بيك على موقع صدى البلد. ربنا يخليك، اهلا بيكي. طبعا يعني صدى البلد ده بيتي بقى، يعني او بيتنا بقى كلنا. قلنا كده عن كواليس مسلسل رشيد. مسلسل رشيد والله كواليس كانت حلوه جدا الحمد لله، يعني استاذ محمد ممدوح واستاذ ريم عبد الغفور واستاذه مي ممدوح المخرجه، كان في تعاون كبير جدا، عمر مصطفى وحبيبه مصطفى، يعني كانت الكواليس حلوه وكانت بسيطه، والحمد لله يعني قدرنا نوصل ال 15 حلقه زي ما قال الكتاب، يعني الحمد لله. طلعت بصحاب من المسلسل ولا اقتصرتوا بس على زملاء العمل؟ لا 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 طبعا، لازم بصي ما فيش عمل فني بخش فيه ما نطلعش صحاب. اقول لك حاجه، احنا ساعات بنفطر مع بعض، ساعات بناكل مع بعض، عدد ساعات التصوير بتكون طويله جدا، فالموضوع برده في الاول او في الاخر بنبقى عشره بحكم الشغل يعني وكده. بس شوف نفسك احسن كمذيع ولا كممثل؟ في الاثنين. بصي اقول لك حاجه، من كل حاجه انا بديها حقها وبجتهد فيها للاخر، لان في الاول وفي الاخر ده برضو رزق من عند ربنا، وانا لازم استغله احسن استغلال. فبشوف ان انا الحمد لله ليا حاجه معينه بعملها في البرنامج او في تقديم البرامج مميز فيها وليا كاريزما فيها، ونفس الكلام برضو في التمثيل بكون مركز على الموضوع ده. يعني اشتغلت على الدور ازاي؟ بصي، هو اولا اشتغلت على دور ان هو دور ضابط، وانت عارفه ان ادوار الضباط بتبقى موجوده كتيره بصفه كل موسم، فانا كنت بحاول اشتغل على الدور اولا طبعا بعد تعليمات استاذه مي ان احنا نطلع الدور زي ما هو مكتوب بالظبط. فانا كنت شغال عليه ان انا بذاكره كويس جدا، بعرف ايه هو تفاصيله، ايه المطلوب من اداء الشخصيه دي، هل انا هكون من الضباط اللي فعلا بتتحرى الدقه ولا لا، فهو ده اللي كان مطلوب. فعملته بالظابط اللي هو يعني اللي بيمشي ورا كل فتفوته علشان ما يظلمش حد. ايه اكتر حاجه معلقه معاك الفتره دي، سواء بقى اغنيه او مسلسل او ترند مثلا؟ اكتر حاجه معلقه معايا دي هي بقى لها فتره كده، كنت بعدي بظروف معينه وانا من النهارده هدلعني بتاع تامر حسني، فهي دي. ما صوتي وحش جدا. ومن النهارده هدلعني، هخرج معايا ومتعني، بس كده عشان صوتي وحش.